ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم فيديو جديد وان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم وتستمتعوا بيه. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واكتبوا لي في الكومنت هل عجبكم الفيديو او لا. ويلا بينا نبتدي. طبعا اكيد مستغربين الشكل، بس انا لسه جاي من بره زي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو، وحابه اتكلم معاكم. جبت كده الغدا بتاع من برجر كينج هوريه لكم، وجبت اللاب دلوقتي، وخلينا كده نقعد ونسيتل داون ويقول لكم النهاردة وهنعمل ايه. طيب النهاردة الجمعة 15 سبتمبر، واعتقد معظمكم ما يعرفش انه 15 سبتمبر هو my birthday، عيد ميلادي. فالنهاردة يا جماعة عيد ميلادي. طبعا انا لسه جاية من برا، الساعة دلوقتي 3:30 بالظبط، وفي حاجات كتيرة جدا عايزة اعملها كالعادة، بس المرة دي بجد ان شاء الله. اول حاجة هشتغل على الفيديو اللي لازم ينزل لكم النهاردة، which is انا متأخرة، عادة بيكون جاهز، ولكن احاول اشتغل عليه دلوقتي عشان ينزل. طبعا لسه في شوية حاجات بصراحة كتير، ومين وايل هتغدى. طبعا قلت لكم انا جبت اكل من برجر كينج، خليني اوريكم. I think the sandwich اسمه chicken steakhouse. chicken steak house، طبعا سوري على وي فانتا اورنج مع الفرايز. خلوني نقلي الفانتا تشينج، يعني تغيير السترو. طبعا انا برجر كينج هو اقرب حاجة وانا جاية من برا، عشان قريب يعني. والساندوتش بتاعته مش وحشة، بالعكس يعني بتبقى ظريفة. ده شكل الساندوتش وشكل البطاطس. طبعا بهدلت الدنيا سمها ومعلش، والفانتا. فزي ما قلت لكم هتغدى وخلص الفيديو ان شاء الله. وبعد كده انا ابتديت امبارح التنظيفات بتاع اخر الاسبوع، فخلصها برضو النهاردة. لسه في شوية حاجات حلوين تقريبا، عشان طبعا احنا موجودين في البيت فكل حاجة تقريبا اتبهدلت، بس ان شاء الله الموضوع مش هياخد حاجة. بعد ما خلص التليفون بتاع النهاردة هبتدي اعمل اكل للنهاردة والبكرة. بكرة اجازة ان شاء الله، فهجهز الاكل. الاكل بقى بالتفاصيل بتاعته هقولها لكم وانا بجهزه، علشان بس ايه مفيش وقت ان انا اضيعه حاليا. وممكن مش عارفة بقى لسه بصراحة الاحتفال هيكون بالبيرثدي موجود ولا لا. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد احتفلوا بنفسكم، حتى لو ما لقيتوش اي حد يحتفل بيكم، انتوا احتفلوا بنفسكم بالطريقه اللي بتحبوها، حتى لو بابسط الاشياء. مش لازم الدنيا كلها، ممكن تجيبوا لنفسكم هديه حلوه جدا كان نفسكم فيها، مش بقيمتها ولكن باحساسكم بيها. تاكلوا حاجه بتحبوها، تغيروا، تعملوا اي حاجه انتوا بتحبوها، بحيث يديكم طاقه احتفالا، مش انه احتفالا بالحاجه بانه حاجه عظيمه حصلت، ولكن احتفالا يدينا طاقه، يدينا امل، يدينا فاهمين تحفيز. كل الحاجات دي بتدينا تحفيز. ليه الهدايا بتكون احساسها حلو؟ لانها بتدينا بوزيتيفيتي، او بتحفزنا ان احنا نعيش وان احنا نكمل وان احنا ندور على اهدافنا. طبعا الموضوع ده الكلام ده فيه كتير جدا، فمش عارفه بصراحه الفلوج هيكمل لبكره. لو كمل بكره هقعد معاكم الصبح شويه وهنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل، او هكلمكم شويه على الموضوع. بس زي ما قلت لكم حاليا الوقت ايه ضيق، فانا مش عايزه اضيع وقت، فهبتدي على طول في الفيديو اخلصه وهاكل وهبتدي في التنظيف على طول وهرجع لكم تاني. طيب جالكم من المطبخ. خلوني اقول لكم انا خلصت ايه لحد دلوقتي، ولو انا اوت اوف بريس لاني خلاص
يعني منتهية، فمعلش تحملوني. عملت ابلود للفيديو، اكلت، خلصت كل التنظيفات اللي ورايا، وكمان بدأت في الاكل. عملت طبعا الطماطم بتاعتي. طبعا يا جماعة لو عايزين تنجزوا في الاكل وفي الطبخ، يعني اول حاجة تعملوها دي. خلاص كده كل حاجة جاهزة. طبعا اللحمة بتاعتي بتتسلق دلوقتي، بسم الله. طبعا غليتها، بعدين يعني نضفتها، وبعدين حطيت عليها تاني مية، بصل، طماطم، جزر، حبهان، عادي بتتسلق. خلاص كده اللحمة بالنسبة لي خلصت. والصلصة دي بقى اعمل بيها مكرونة، اعمل بيها خضار اللي انا عايزاه. فده كده مش 50%، بالنسبة لي 80% من الاكل خلص. اللي لسه بقى هعمله دلوقتي اللي هو الرز، وهوريكم شكله في الاخر. بعمل الرز بطريقة مامتي، رز بالكبدة. وكمان عملت حاجة تانية كده، قشرت البطاطس دي وقطعتها كده، وهجرب طريقة من على تيك توك وان شاء الله تنفع. هوريكم شكلها في الاخر، ولو طلعت حلوة هعمل لكم شورت فيديو بيها، واي ثينك ممكن ينزل قبل الفلوج ده، بس هوريكم برضو في الفيديو ده يعني الشكل الاخير للاكل. اما بالنسبة لطريقة الرز، هحاول اصور كمان طريقة الرز دلوقتي شورت فيديو، هحاول وبرضو هوريها لكم في الفيديو يعني. والطريقة دي بطريقة ماما، الرز بالكبدة او رز طباخ يعني بنسميه كل التسميات دي. وبس كده طبعا هرجع لكم تاني. هنا كده في دي شكل كده كنت اشتريتها M&M's، وهنا كده وبرينجلز. طبعا مش انا اللي اشتريتها قوي، جوزي اللي جابها. جبت طبعا البتاع ده كده من ايكيا ديكوريشن يعني، وفتحت فيه المارس، وبرده هفتح فيه البوينت كده يعني مؤقتا، ممكن نحطه هنا كده. والام ان امز كده يعني الظاهر دي مسج يا جماعه، الظاهر ان انا ما جبتش حاجات كتير. عايزه اقول لكم يا جماعه حرفيا ان انا خلصت. المهم دلوقتي عملت الرز، لسه بيستوي. بعد ما يستوي طبعا هوريكم شكله. ورتبت الدنيا كده عشان تبقى نظيفه. خلاص هقعد اريح بقى، خلاص ريلاكسنج. تعالوا اوريكم الرز اللي انا خلصته وعملته، يجنن يا جماعه. اوريكم قد ايه مفلفل، يا نهار ابيض. طبعا الطريقه هتنزل لكم في شورت فيديو ان شاء الله. طبعا لسه ما خلصش، اول ما اقدمه واحط عليه الكبده هوريه لكم. طبعا بس طعمه تحفه، يجنن يجنن. الناس اللي بتحب الرز هتحبه، لا بجد. شايفين ازاي يا جماعة مفلفل مفلفل تحفة، مستوي مظبوط يعني. وخلاص كده خلص. طبعا اخر حاجة هعملها اني احط عليه الكبدة، وهعمل البطاطس برضه. هوريكم البطاطس بالخلطة الجديدة. غسلت هنا كده شوية عنب، والصوت اللي انت سامعينه ده اليوتيوب يا جماعة، فتعالوا نقعد. وليه مش بيفوكس يا جماعة الكاميرا، ليه مش بتفوكس؟ المهم ده يوتيوب. وطبعا جبت هنا العنب جنبي، وهاكل وريلاكس شوية، وبعدين هقوم اكمل الاكل. بس خلاص حرفيا مش قادرة. وبعدين عيد الميلاد الناس بتخرج وتتفسح وكده، مش بتقعد تطبخ. هنتكلم بكرة الصبح ان شاء الله في الكلام ده، بس هريح شوية وارجع لكم تاني. مش ساقعة ولا حاجة، الجو حلو قوي. أنا نسيت أجيب معايا فسيلات منه. لا شاطرة بجد. في إيه؟ في التمثيل. أنا مش شاطرة بجد. طب لا هو كريم اللي أنا هجيبه
وانا كنت بعمل كده ليه؟ مش عشان كده من نظرة الناس وقلة القيمة والسمعة كده. Escaped to Brooklyn. But this is all just a cover because you